شوف ما فما حتى واحد في تونس بعد 2011 مازال يقبل بمبدا المس بحريه التعبير، لا انا ولا انت ولا سيوسف ولا غيره، هذا مبدا حتى الشعب التونسي ما عادش يقبل. راهو اللي صار البارح، لحظه سيوسف الاخر كمل فكره الرساله. المرسوم 54 نحن الان دعونا اكثر من مره الى ضروره معناها الموضوع هذا مش مجتمع نرجعوا له، ذاك في ذاك فيه وعليه، ذاك فيه وعليه زاد، فما فرق بين فوضى التعبير وحريه التعبير لازم نتفقوا. اللي صار البارح ما عنده حتى علاقه بحريه التعبير، وهات نقول لك علاش وبالدليل. عبير موسي قداش من وقفه احتجاجيه عملتها في السابق قدام مقر الامم المتحده، عامله اعتصام قدام مقر القرضاوي ما يسمى مقر القرضاوي، عملت عديد المسيرات الاحتجاجيه، تعمل في حلقات تنويريه في المباشر في عبر وسائل التواصل الاجتماعي في اللايف، عمرهم ما وقفوه على رايه ولا على فكره ولا تعبير. اللي صار البارح هو تعدي على مؤسسه سياديه تخضع، معناه اللي صار البارح هو مخالفه تخضع للمسائله القانونيه. هات نقول لك علاش. التصوير في مؤسسه كما رئيس الجمهوريه يمكن عن علم ودين عن هذا يمنع قانونا، وهي محامية تعرف الشيء هذا، لكن هي كانت خارج القصر مهدي، هي في الشارع في المحيط القصر في حد ذاته ممنوع عليك التصوير. ما انا غدوة نجم نجيب كاميرا نجي قدام باب القصر نبدا نصور حتى بالمعطيات الأمنية يمنع الشيء هذا، لأنه ينجم يوفر آلية لعبات أخرى تتفرج في المباشر نتاعك في اللايف وهم ماهمش معاك لكن عندهم علاقة بمجموعة إرهابية يعطيهم بعض المعطيات، معناها على كل على في جنب معين، وبالتالي هو قانونا يكيف الشيء هذا هو على باب الخطا يستوجب المسائله القانونيه. عبير موسي عمرهم وقفوها خاطر مشيت عندها راي سياسي ولا خاطر موقف اللي عملته البارح كان خطا، وبدليل زاد منطق الاحتجاز والاختطاف ما صارش، لانه شوين صار هو هزوها جات فرقه امنيه معلومه الجهه شكون الفرقه اللي جات، ما همش الناس غرباء وهزوها الوجه غير معلوم، مشيت المركز حلق الواد اللي هو يرجع بالنظر مؤسسه رئيس الجمهوريه يرجع له بالنظر، وكانت الاجراءات بصفه القانونيه نحكيو على الخيلة على مستوى الايقاف. وبالتالي لهنا ما نجموش تحطوا على مس من حريه التعبير كما تفضلت وسالتني، لانه هذا موضوع ما عندوش علاقه، كما ادلنا في السابق نحن اقتحام النائب سيف مخلوف للمطار، هو كان نفس الشيء زاد دخل بالكاميرا وصور، اسمع لازم نقبلوا بالمبدا ان ندين كل شيء، كما ادلنا انه صارت الايقافات هذيك في الايقاف وقت سيف مخلوف وحكم من اجل اقتحامه لمؤسسه هذيك المطار يمنع بالقانون انه يتواجد فيه. على كل حال ما ريناش مثلا السيدة عبير موسي او انصار حزبها تضامنوا مع ايقافات سابقه زاده في نفس الاتجاه هذا، واش بيه اليوم معناها هاو رغم هما تو قاعدين يتضامنوا معاها، معناها بعض القيادات في حركه النهضه وحتى فما شكون خذا ما طلب انه ينوبها، معناها الاستاذ محامي نحب نسميه على كل حال، يعني وبالتالي هذا لا يصنف في خانه المس من حريه التعبير، هو يصنف في خانه الخطا القانوني الذي تجب مساءلته. من بعد القاضي باش يكيفها توا الاستاذ قال جنايه جنحه غيره، التكييف القانوني على حسب الحيثيات نتاع الملف والملابسات هو الذي يملك ان يكيف قانونيا الخطا هذا على ما معناها ما فداحته او غيره. لكن من في هذا علاش؟ لانه ما نحبوش شويه مزايدات، المشهد لا يحتمل المزايدات السياسيه، فما ناس تحب تصطنع معناها من 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 ما يسيدي خلينا نقولوا انها هي عمليه قانونيه محاسبه قانونيه يا اخوي، ايقاف في على منحى خطا قانوني صار، ما نحبوش نصنعوا منه زاده البطوله السياسيه الوهميه، لانه لو كان جاء فما ايقاف على خط ولا خلفيه حريه التعبير ولا غيره راهو كان الايقاف هذايا معناها منذ زمن طويل ما يصيرش اليوم.